السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب وسوزي؟ عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلب؟ الروتين بتاعنا كله نشاط وحيوية. هنطلع السجاد من تحت السراير يا حبايبي، انا غسلاه وحطيه تحت السراير، هطلعه بقى اهوه كده على السطح بقى عشان خاطر الدنيا برد، وعايزة افرش بقى السجاد بتاعي، هفرشه برضو معاكم يا حبايب قلبي، ونروق الاوضه ونشيل الملايات بتاعت الاوضه ديت، وعشان هغيرها برضو وانا بشيل بقى هيبقى الدنيا هتضطرب وكده، فقلت بقى ايه اغير فرش السرير بالمره واروق الاوضه وانضف. ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. غسله السجاد يا حبايبي وحطه تحت السراير، لفه حطه تحت السراير، فطلعه بقى على السطح هفرده وهويه برده في الشمس كده قبل ما افرشه. وعندي حافظتين بتوع سجاد هطلعهم اغسلهم يا حبايبي، برده هغسلهم معاه. الملايات لما بتغيب على السراير اللي هي فوق ابيض بالذات بتتلحوس وبتبقع، فانا ما بحبش الملايات تبقى مبقعه. شايفين يا حبايب قلبي؟ انا بقى المرتفع كده، شايفين يا عيال مين ايه؟ في دوما هي برضه اللون ده كلها تقيله، دوك شتو حطيناها فين؟ عايزه اطلعها بقى ايه؟ اغسلها برضه، يعني كل الحاجات ديت هغسلها، حطيتهم على الكنب ديت والحافظه ديت انا هغسلها. شايفين هدوم الشتوي كله تحت السرير، واللي فوق الدولاب واللي تحت السرير والدنيا ايه، بسم الله ما شاء الله. شايفين وعيالي بيقولوا لي عايزين لبس شتوي يا ماما جديد، هم عندهم هام بس هنجيب لهم برده هدوم شتوي، كل واحد طقمين ثلاثه كده. شايفين هدوم الشتاء قد ايه؟ التدريب عندي انا حاطه فوق الدولاب برده وفي شنط وكده مش مكفيه، فحطيت هنا اهو. شايفين دي واكيد شتوي ومش شتوي قد ايه؟ او السجاد اهوت انا غسلاه وحطه هنا يا حبايبي. حماد تعالى شيل معايا الهدوم ديت يا بابا، السجاد طلعه لي على الساط. خد كده طلعه على السطح وتعالى خد الثانية دي، أما أجي أنا أفكه وأهويه. على مين؟ حمد يطلعهم لي بقى فوق، حطها له كده لغاية ما يجي يطلعها على السطح. والهدوم ده انا هطلعها بره كده عشان ايه؟ هنضف تحت السرير يا حبيبي، هنضف بقى وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. هجيب بقى الحته وهنفض ايه المرتبة. نجيب بقى الملاية ونفرش السرير يا حبايبي. اشتري الملاية اهوت يا حبايبي، احط الوشاش بقى بتاعت المخدات. قولي بقى ايه رايكم في النشاط بتاع المصيص النهارده؟
تشجيع كده حلو كده منكم باللايكات الجميلة بتاعتكم والمشاهدات. دولت كبرت يد برضو هتتغسل عشان البروتين هتتحط. وانا جايبه بقى ايه حفظه سجاد جميله للصاله، جايبه حفظه قطيفه بقى وروعه والله العظيم يا جماعه للصاله بقى. وانا بفرش الصاله هوريكم الحفظه تحفه تحفه تحفه، حاجه من الاخر بصراحه يعني. وصلنا البطاطين برضو مجهزينها، برضو كل حاجة نغسلها وننظفها. ايه رايكم فرشته؟ سيبها فرشته وخليته زي الفل يا حبايبي. هطلع بقى ايه الحفظه دي، الهدوم دي هطلعها بره، الحفظتين دول هطلعهم بره عشان ايه اغسلهم. هطلعهم الاول، هطلع بقى ايه الملايات دي بره في الغسيل واجيب بقى المعش يا حبايبي واكنس الاوضه وامسح. اجيب بقى البرد حابب الم دولت واجيب الميه وامسح الاوضه. يا حبيبي امسح بقى الاوضه. قولوا لي ايه بقى رايكم في ايه في التنظيفه دي؟ نظفت الدنيا، خليت تحت السراير زي الفل يا حبايبي. امسح بقى الاوضه كده، الاوضه راحت تلمع وشويه كلور حلوين كده بقى في الاكل في الميه كده مع شويه ديتول مخليه ريحه السيراميك جميل. السيراميك بيلمع من لمسها على طول بالكلور، السيراميك عسل. شايفين بيلمع ازاي؟ شايفين يا حبايبي النظافه؟
كده حبايبي اكون خلصت. قولوا لي بقى رايكم، نظفت الدنيا وخلتها زي الفل. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه حلوه احنا بنعملها حبايبي. يلا الحمد لله.